صباح الفل صباح الفل صباح الفل، اخباركم ايه؟ كله تمام؟ رايح الشغل وعاوز اتكلم معاكم في اكتر من موضوع. ان شاء الله هيبقى حلقتنا حلقه مميزه جدا 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 كالعاده. بس قبل ما تتفرج على الحلقه المميزه جدا جدا جدا، ما تنساش تشترك في القناه لو تشوفني لاول مره، ما تنساش تقول تعليقك المحترم المهذب الجميل، ما تنساش تعمل لايك للفيديو. اتمنى ان الفيديو يعجبك المميز جدا جدا، قصدي الحلقه المميزه جدا جدا جدا. يلا بينا، صباحكم عسل. وانا راجع من الشغل، لسه فاضل 10 دقايق وخلص الشيفت بتاعي. الحمد لله الواحد كل يوم بيثبت نفسه في المكان اللي هو شغال فيه بفضل الله عليا. فخلص الشغل، لان انا لسه ما زلت في الشغل، فاضل 10 دقايق بس. خلاص لبست وخلاص كله تمام، يخلصوا ال 10 دقايق ان شاء الله نكمل الفيديو مع بعض. صباح الفل. يومين عمل، اليوم اللي انا قلت لكم ان انا خلصت الشغل بتاعي، بس كنت مستني تيجي الساعه 8 عشان انطلق على البيت. بصراحه روحت تعبان جدا وما قدرتش اعمل اي حاجه بنسبة 50%. بفكر ان انا اخد هدنة وراحة من القناة شوية، لان بصراحة مفيش وقت، ومعظم اليوم انا باخده تقريبا في الشغل. ما بصدق يوم اجازة زي النهاردة فاقعد استريح فيه. ببقى كتير قوي عاوز اعمل فيديوهات لحضراتكم وابقى على تواصل معاكم. انا عارف ان في ناس بتعزني كتير، وناس كتير قوي بتعرض عليا تقولي انا جاي على المانيا وعاوز اجي اسلم عليك. بقول له اهلا وسهلا، اتفضل، انا في مدينه نورنبرج باخد اجازه سبت واحد، تعالى اي يوم من هذه الايام في مدينه نورنبرج، ما شلتكش الارض تشيلك دماغنا. ف اعمل ايه؟ بحاول ان انا ارضي كل الناس عشان الناس ما تزعلش. النهارده انا عاوز اتكلم على اللي حاصل في روسيا. طبعا احنا كلنا عارفين وشفنا بعينينا لما جت روسيا دخلت اوكرانيا فاحتلت مدن كتيرة، وبدأ بقى الصياح والهوهوة والجعجعة. ده هيحتلوها في 48 ساعة. ده الرئيس الأوكراني هرب على بولندا، ده روسيا هتفرم أوكرانيا. وقعدوا 3 سنين لا روسيا فرمت أوكرانيا ولا اتنيلوا على عينهم، ما بنشوفش غير التهجيس وخلاص. عبيد البيادة. طبعا انت لو قلت له أمك في حد بيعمل فيها كذا، او اختك العنتيلة حد بيعمل فيها كذا، عادي، ده بالنسبة له مفيش اي مشكلة، اهم حاجة ما تديش ناحية روسيا. فطبعا بقدرة قادر وببركة ربنا اوكرانيا دخلت روسيا واحتلت 1270 كيلو متر مربع لحد وقتنا هذا في 15 يوم تقريبا. فالناس المتخصصة في هذا الكلام قالت لك ان الاراضي اللي احتلتها اوكرانيا في ال 15 يوم تقريبا قد الاراضي اللي احتلتها روسيا في 3 سنين وحيسة وديها في اوكرانيا. ليه؟ لان ربنا ما بيحبش الظلم، ربنا ما بيحبش الافتراء. الناس دول قالوا ان احنا عاوزين نخش الاتحاد الاوروبي. لا، ما تخشوش الاتحاد الاوروبي في الاول. الناس دول عاوزين يخشوا حلف الناتو بعد ما روسيا دخلت اوكرانيا. لا لا لا، ما تخشوش، ده كده انتوا بتهددوا الامن القومي بتاعنا. طب اهو مالدوفيا دلوقتي بنت اكبر قاعدة للناتو على حدود روسيا. بيلاروسيا سخنت، العجل بتاع بيلاروسيا سخن هو كمان. العجل بتاع الشيشان سخن هو كمان. طيب هم اثروا جنود مسلمين من الشيشان. حلو المنظر اللي احنا شفناه والعساكر نايمة على بطنها، عيب، ما يصحش احنا مسلمين نزعل على هذا الكلام. وبمناسبة المسلمين، والله يا جماعة، والله والله حاجات كتيرة وأحداث كتيرة كانت بتحصل من أوكرانيا، ودي حاجة كانت بتفرحني، ما كنتش برضه أتكلم عنها. ليه ما كنتش برضه أتكلم عنها؟ لأني اللي حاصل في فلسطين وفي غزة صراحة عيب قوي إن أنت تتكلم عن أوكرانيا وما تتكلمش عن فلسطين. فجيت قعدت أفكر، قلت طب ما أنا اتكلمت عن فلسطين كتير قوي، ورحت وقفات احتجاجية كتيرة قوي، ودعمت القضية الفلسطينية، و القناة مليانة من هذا الكلام. ولكن لما تلاقي مواقف تفرحك في البلد اللي انت كنت عايش فيها، او بلدك التاني بعد بلدك الاصلي مصر، فلازم تبقى سعيد. لان هؤلاء الناس اللي بيعيطوا دلوقتي وهيموتوا وهيجرى لهم حاجة، اللي خايفين على مستقبلهم، لان صراحة مستقبلهم دلوقتي ما بقاش له مستقبل. العملة الروسية دلوقتي في ناس بتتريق عليهم وتقول لك الروبل بقى بربع جنيه، كان بنص جنيه الاول. ف
يعني بلد ما فيش فيها مستقبل، وافغانستان فتحت اللجوء وهنتفرج وهنضحك كتير قوي. في واحد صاحبي بيقول لي يلا خلوده عشان تعمل لنا من شمال روسيا فيديو. انا حبيبي مش زي الناس دول. يعني القصد لما اوكرانيا دخلت روسيا واحتلت ارض روسيا اللي هو تاني اكبر جيش في العالم واكبر دولة في العالم، فطبعا مهزلة وقلة قيمة، والناس فعلا عرفت حجم هذا البلد، ان البلد ده بلد اوانطة وبلد فيستيك ومفهوش اي امكانيات، بيهددوا بالنووي. طبعا كل ده بهجيس وفرقعة وزرات صراحة، يعني لاني نووي ايه اللي هتضرب بيه؟ طب ما هو في تاني ناس كتيرة قوي هنا في المنطقة عندهم نووي يبيدوك ويشيلوك من على وش الارض شيل. فهو عارف مصيره، مجرد بس ما يدوس على الزرار هيلاقي روسيا راحت في خبر كان. واحنا ما بنتمناش الكلام ده لحد، لان فيها مسلمين كتير، واحنا ما بنتمناش الضرر للمسلمين، احنا بالعكس بنقف ورا المسلمين وبنقف ورا الدين الاسلامي بكل الطرق. انا بستغرب الناس ما بتشوف لهمش صلاة في مسجد، ما بتشوف لهمش بوست يوم جمعة جمعة مبارك، ما بتشوف لهمش الكلام ده، مع ان في بعض الدول بتبقى سابقة البلد اللي انت عايش فيها بيمكن باربع ساعات فاتوا، يعني بيبقى عارف. ولكن عشان الناس دي بعيدة عن ربنا، والناس دول في الاساس ملحدين، فتيجي تتكلم عن القضية الفلسطينية يحاربوك، تيجي تتكلم عن الاسلام يحاربوك، تيجي تتكلم عن العرب يحاربوك، تيجي تتكلم عن اي قضية فيها حق يحاربوك، مع انك انت كتير قوي بتدافع عن حقوق المظلومين. عادي بالنسبة لك وبالنسبة لي وبالنسبة لأي حد، ولا يشغلني. أنا كفاية أن أنا بتفرج على الأرجوزات وهي عمالة بتتنطط في الأرض، ودي حاجة بتسعد الجميع وبتشفي بتشفي وبتسلك القلوب. لأن كان في عبيط إخواته طبعا المعروف اللي حسابه في بلدهم، لما كانوا اللي هم الأوكران بيموتوا والصواريخ بتنزل بتموتهم، فبص لايه يقول لك ايه، يقول لك انا سمعت خبر اسلج قلبي. يا ابن العبيط، بتفرح في مصائب الناس؟ طب ربنا دواك من نفس الكاس. لا عمله ولا اقتصاد ولا مستقبل ولا اي بتنجان، وشغال طول السنه زي الطور، ولا اي حاجه انت بتدخرها، وحالتك ايه من الدنيا احنا عارفين ايه، والبيئه بيئه. والسلام عليكم. هو ده اللي حالته في الحياه. فنرجع لموضوعنا اللي هو بتاع كورسك. طبعا انت لما صحيت على الخبر الجميل دون، الناس كلها بقت مصدومة. اوكرانيا اللي مش عارفة تحرر اراضيها من الروس تحتل الكم الهائل ده ولسه ماشية، فيطلع علينا عبيط اخواته لهبل ابن لهبل. يقول لك ايه، انسحاب لواءين من روسيا. طبعا الكلام ده كذب، لان الناس دول اصلا يعني بتبص لايه تعليمهم، يعني ما كملوش تعليمهم، الناس على قدهم في العلم، وتحس ان شخص متخلف عقليا قاعد بيتكلم قدامك، وارجوز الحته، ولما نحب نضحك نقعد نتفرج على العبيط اللي ما راهوش حاجه غير الردح. طيب الروس كمان هتعمل لهم بلوك؟ طب المحامي الروسي كمان هتعمل له بلوك؟ يا نهار اسود، ده انت هتعمل للعالم كله بلوك، ايه يا عم ده؟ ده انت عبيط قوي. المهم يا جماعه، عشان ما نخرجش من امور فرعيه، انا بضحك والله لاني خلاص حاطط في بطني بطيخه صيفي، لاني قلتها له كلمه مش هتغير مصيرك ولا تاريخك يا حرام. ارد على التليفون وارجع له. بس ده واحد صاحبي كان بيكلمني مسافر مصر، ويقول لي عاوز حاجه من مصر ولا حاجه، قلت له لا ان شاء الله قريب انا رايح مصر. في حاجه عاوز ابقى اقول لكم عليها في زياره مصر الاخيره، مش عارف انا زياره مصر عملت حاجه لحد يعني، ف بنعكش في حاجه ابويا الله يرحمه، فلقيت التليفون اللي هو النوكيا ده، نوكيا صغير كده، رحت جايب خط جديد، رحت حاطه فيه واستخدمته في الفتره دي. التليفون ده انا جبته معايا والله، يعني التليفون ده بالذات انا جبته معايا، وجبت تليفونات تانية قديمة كانت موجودة في مصر. هبقى في يوم كده اعمل لكم على حلقة عن التليفونات القديمة ومفكركم بالذكريات. القصد يا جماعة، انت لما بتكون عايش في بلد بتحب البلد وكل حاجة، وبتبقى راضي ان انت عايش في البلد دي، بس لما تلاقي البلد دي فيها ظلم اكيد طبعا انت ما تبقاش راضي، عمرك ما تبقى مع هذا الظلم عشان انت عايش في هذا البلد. وزي ما قلت لك قبل كده، مهما كنت معاك جنسية لهذا البلد، انت في الاول وفي الاخر انت بلدك الام. الناس حتى داخل البلد اللي انت عايش فيها ما بيعتبركش من ولاد البلد، ما بيعتبركش كده ابدا، بيعتبروك ان انت مهاجر واخدت الجنسيه. فهمت يا حبيبي؟ فمهما تعمل عمرك ما هتبقى من هذه الارض، حتى لو اشتريت، حتى لو معاك
جنسيه، حتى لو معاك اقامه، حتى لو معاك اي حاجه، عمرك ما هتبقى من ولاد البلد. ولاد البلد لهم نظام، هلو بنات عسل قوي بيضحكوا بتاع، وشايفيني طبعا، وعارفين طبعا ان اكيد ان انا عندي قناه في اليوتيوب او الفيسبوك او بتكلم مع حد مباشر ولا حاجه. ناس ظريفه، وشوف الضحكه الظريفه وهلو بتاع، واخر روقان، لا حبتني ولا حبتها ولا اي شيء، وباي باي كمبور. في حاجه تانية عاوز اقولها قبل ما اقفل الفيديو ده. لما بتكون عايش في بلد انت مهاجر فيها، لما بقول لك احترم القوانين، احترم الناس اللي حواليك، ما تحاولش ان انت تعمل مشاكل مع غيرك، لان غيرك ده هيدوس عليك ويفعصك. صدقني والله، امشي عدل، يحتار عدوك فيك، والله افضل شيء. كتير قوي ناس مهاجرين هنا وناس محترمين على اعلى مستوى من الادب والاخلاق والتربيه، هم هنا ربنا كرمهم وهم كان معاهم مؤهلات عليا، فاشتغلوا بالمؤهلات بتاعتهم دي عشان هم عاوزين الخير، مشوا بما يرضي الله، لا دخلوا سوبر ماركت قلبوه، ولا دخلوا عند واحد عملوا في بيته الفحشاء، ولا عملوا كذا، ولا جابوا واحدة تصرف عليه وتجيب له شنطة كل أسبوع، مفيش الكلام ده. الناس المحترمة أولاد الناس المتربيين صراحة ما تلاقيش منهم الكلام ده. أما بقى أولاد الجرابيع، الجرابيع تلاقي منهم أكتر من كده. ليه يا خالد أنت ما بتردش على الناس اللي بتهاجمك؟ تليفون تاني، معلش بقى يا جماعة، بس خليكم فاكرين ليه ما بتردش على الناس اللي بتهاجمك أو بتهاجمك. رجعت لحضراتكم، ليه انا ما بردش؟ ما بردش عشان انا مش رداح ابن رداح، بس ادي القصه. المهم يا جماعه، معلش الفيديو ده عاوزه يكمل، مش عاوز يكمل والله، وقاعد قاعده جميله قوي في البارك الجميل ده. انا عاوز اوريكم البارك اللي انا قاعد فيه، البارك جميل جدا وهادي واخر حلاوه. يلا بصوا البارك ما شاء الله، حاجه اخر روعه بصراحه، وهدوء هدوء كامل. ناس ظريفه وناس رايحه وجايه بالعجل بتاعها، واللي ماشي على رجله، واللي ماشي مع ابنها، والناس اخر ظرفه اخر حلاوه. بصوا يا عيني، البارك ده قريب من البيت قوي، قريب جدا، ده على الاوتوبان اهو، الاوتوبان ده لو كملت على طول كده هتوصل عند البيت عندي والمنطقه اللي انا موجود فيها، يعني تقريبا زي 3 محطات اتوبيس تقريبا يعني. ويوم حلو بالنهار، وبتقضي اليوم بتاعك، وبتروح على بيتك، وبيتك بيتك 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 يعني. ده هيبقى نهاية الفيديو بتاعنا. اتمنى لكم كل خير، اتمنى لكم كل سعادة، اتمنى لو لسه قاعد لحد دلوقتي تعمل لايك، ان ما كانش علشاني يبقى علشان كرسي صباح الفل، عشان كرسي امه بيوجعه. اشوفكم على خير، خلي بالكم من نفسكم يا عرب، باي باي، السلام عليكم.